مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دردش النهارده سريع جدا عشان انا طبعا انتوا كنتوا عارفين ان انا عندي مناسبه النهارده، معرفتش اصور لكم خالص. انا دلوقتي بصور لكم بعد المناسبه ما خلصت، وبجد مرهقه جدا، وفعلا فعلا اليوم كان طويل وما كنتش قادره ان انا اصور لكم اي حاجه، ولا وانا بحط ميك اب ولا اي حاجه، خصوصا ان انا اللي حطيت ميك اب لبنت خالتي اللي هي العروسه المفروض، اللي هي خطوبتها كانت النهارده. فبجد اليوم كان طويل جدا وما عرفتش اصور لكم اي حاجه، ولكن صورت كام صوره كده في الخطوبه، وباذن الله هبقى اعملها لكم في فيديو وانزلها لكم ان شاء الله كده لوحدها. فحبيت النهاردة ما نامش غير لما أسلم عليكم وأدردش معاكم شوية، حتى لو حاجة سريعة كده، وأوريكم كمان الأوتفيت بتاعي. طبعا دي الأكسسوارز اللي أنا عملتها لنفسي، اللي وريتها لكم في فيديو شورتس. اكتشفت بعد ما المناسبة خلصت إني أنا لابسة العقد ده بالمقلوب، لان القفلين دول ليهم شكل كده، في استراس هنا كده في القفل، بس الحمد لله عادي جدا، مفيش اي مشكله، لابسهم المقلوب مش مشكله. انتوا عارفين دايما ان الناس اللي حوالين صاحبه المناسبه دايما بيبقوا ايه، يعني كلنا كنا هممنا، هي بنت خالتي وبنت عمي في نفس الوقت، يعني هي اختي، احنا اخوات يعني طول عمرنا مع بعض، وهي اخت زي بقيه اخواتي. فالمهم ان احنا كان كل همنا ان هي تطلع في احسن صورة، وكانت هي اللي تهمنا. يعني الواحد ما بيفكرش فعلا لما بيكون عندي مناسبة او خطوبة او اي حاجة لحد من اخواتي، ما بقاش بفكر في اي حاجه غير ان اختي تطلع باحسن صوره. فدايما ببقى انا اخر واحده بلبس، واخر واحده بعمل ميك اب لنفسي، وممكن الميك اب يطلع مش حلو، مش مهم خالص. ببقى مهتمه جدا وحريصه جدا ان صاحبه المناسبه هي اللي تطلع في احسن صوره. ف كان ده اللي هممني النهارده، ان هي ان انا اعمل لها ميك اب حلو، ان هي تبقى مبسوطه ورايقه، وان احنا ننسق لها لبسها ونظبطه بحيث ان هي تطلع في احسن صوره. والحمد لله ما شاء الله عليها طلعت في احسن صوره، والخطوبه كانت جميله جدا. هم عايشين، المفروض ان هم عايشين في الكويت ونازلين اجازه، وبنت خالتي دي بقى لها كام سنه نزلت خلاص مصر، بتروح لهم زيارات يعني، فبتنزل مصر بتشتغل في القوات المسلحه في التخاطب، يعني بتشتغل هي اخصائي التخاطب. المهم ان هي الوحيده فيهم اللي موجوده معانا في مصر دلوقتي حاليا، فهم نازلين اجازه، فالموضوع جه بسرعه جدا جدا في اسبوع. يعني الولد جه اتقدم لها، تاني يوم راحوا شافوا الشقة واتفقوا، وبعد كده جبنا الذهب. كل حاجة كانت بسرعة جدا لأنهم مسافرين، مامتها وباباها اللي هم عمي وخالتي مسافرين يوم الجمعة الجاية، اللي هي بعد بكرة دي، فكان لازم كل حاجة تحصل بسرعة. علشان كده حتى أنا كنت قايلة لكم ان انا نزلت اشتريت الحاجة قبلها بيوم، وقلت لكم ساعتها ان الموضوع جه بسرعة وملحقناش نظبط حاجة من قبلها، يعني كل الموضوع حصل في اسبوع، وكنا مستعجلين ان الخطوبة تبقى النهاردة علشان طنط وعمي مسافرين ان شاء الله يوم الجمعة الجاية، كان لازم الخطوبة طبعا تحصل وهم موجودين في مصر. فالحمد لله اليوم كان جميل وتم بخير. الواحد لما بيلاقي اليوم يعني بقى حلو كده والحمد لله وكلنا انبسطنا، بتنسي كل التعب وبتنسي كل الإرهاق وبتنسي كل حاجة.
بيبقى أهم حاجة إن اليوم يطلع حلو، وإن الدنيا تمشي، وإن العروسة تبقى مبسوطة، والناس كلها تبقى مبسوطة، ودي حاجة حلوة جدا. فالحمد لله والشكر ليك يا رب. اليوم كان جميل جدا وكلنا انبسطنا، ودي أهم حاجة، يعني دي أهم حاجة، إن الحمد لله إن الكل اتبسط، وإن اليوم كان حلو وعدى بخير الحمد لله. هروح بقى أنام لأني عندي شغل بكرة، ولأني النهاردة خدت أجازة. طبعا ما كانش ينفع إن أنا ماخدش أجازة النهاردة، لأني في ناس جاية لنا، بغض النظر بقى عن بيت خالتي، ففي ناس جاية لنا، إحنا جواز إخواتي، مرات أخويا، في ناس جاية لنا من أماكن بعيدة. فقمت الصبح طبخت، وطبعا عملت الحمد لله أكل كتير عشان الناس. فاليوم كان بادئ معايا من بدري جدا، واحنا اصلا نايمين امبارح متأخر. الناس اللي بيعملوا الكوشة تقريبا ماشيين من عندنا الساعة 7 الصبح، من عند بيت خالتي يعني، هما احنا الاثنين جنب بعض، يعني احنا وبيت خالتي الاثنين جنب بعض. فاليوم النهاردة كان بادئ من بدري، وقبليها بيوم اللي هو امبارح كنا نايمين متأخر زي ما قلت لكم. محتاجة فعلا ان انا اريح وانام، خصوصا ان انا مش هقدر اخد اجازة بكرة، عندي شغل مهم، فهروح بكرة الشغل ان شاء الله. فمحتاجة ان انا اريح. قبل ما اقفل معاكم الدردشة، عايزة اوريكم الاوتفيت بتاعي، وبعد كده هقفل معاكم بقى. يا رب دردشة النهاردة تكون عجبتكم وتكون خفيفة على قلوبكم، وانا بحب دايما اشارككم كل حاجة حتى لو بسيطة. فكان مهم بالنسبة لي ان انا اشارك معاكم اليوم النهاردة بالتصوير، بس صدقوني ما قدرتش خالص، ما كانش في اي مجال لده، فما حبيتش ان انا انام من غير ما دردش معاكم، وان انا اقول لكم ايه اللي حصل في اليوم. يا رب كل ايامكم تكون حلوة واحلام سعيدة بإذن الله، وتصبحوا على ألف خير. Thank you.